رحلة نحو النجاح. في بلدة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، عاش شاب يدعى جون. كان جون شاباً ذو طموح كبير ورغبة ملحة في النجاح في حياته. ولد جون في عائلة متواضعة، وكان يحلم دائماً بالخروج من الفقر وتحقيق النجاح والاستقلالية المالية. في سن 20، قرر جون الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة وتحقيق أحلامه. كان ينعرف أن الطريق لتحقيق أهدافه سيكون طويلاً وصعباً، ولكنه كان عازماً على الوصول إلى القمة بأي ثمن. عندما وصل جون إلى الولايات المتحدة، بدأ يدرس بجد للحصول على درجة في الهندسة. كانت الدراسة صعبة جداً بالنسبة له، ولكنه لم يفقد الأمل أبداً. كان يعمل بجد ويسعى لتحسين مهاراته، وكان دائماً يحاول تطوير نفسه. بعد تخرجه، عمل جون في شركة هندسية كمهندس ميكانيكي. كان يحب عمله ويعمل بجد لتحقيق النجاح في مجاله. ومن خلال مهنته، التقى بالعديد من الأشخاص الذين ألهموه وشجعوه على تحقيق أحلامه. بعد عدة سنوات من العمل في هذه الشركة، قرر جون الابتعاد عن العمل الراتبي والروتيني وبدأ في إنشاء شركته الخاصة. كانت البداية صعبة، ولكنه لم يتوقف عن العمل بجد. كان يعمل ليلاً ونهاراً، وكان دائماً يبحث عن فرص جديدة لتوسيع نشاطات شركته وتحقيق النجاح. ومع مرور الوقت، بدأت شركة جون تنمو وتتوسع، وأصبحت واحدة من أكثر الشركات نجاحاً في مجالها. ومع ازدهار شركته، قرر جون العودة إلى بلدته الصغيرة ليعيد الجميل لمجتمعه ويساعد الآخرين في تحقيق أحلامهم. فأسس جون مؤسسة خيرية لدعم الشباب الموهوب والطموح، وأصبح يتحدث في الجامعات والمدارس حول أهمية العمل الجاد والطموح في تحقيق النجاح. ومع مرور الوقت، أصبح جون مثلاً يحتذى به في مجال الأعمال والخيرية، وأصبح رمزاً للنجاح والطموح. ولكن حتى الآن، لم يتوقف جون عن العمل بجد وتحقيق أحلامه، فهو يعتقد بأن الطريق إلى النجاح لا ينتهي أبداً، وأن عليه العمل بجد والسعي للتطوير المستمر والتحسين. وهكذا، تحقق حلم جون في النجاح، وأصبح رمزاً للطموح والإصرار والعمل الجد. فالنجاح لا يأتي بالسهولة، وهناك الكثير من التحديات والصعوبات التي يمكن أن تواجه الإنسان على طول الطريق. ولكن من خلال العمل الجاد والإصرار والصبر، يمكن للإنسان تحقيق أحلامه والنجاح في حياته. وهذا هو الدرس الذي تعلمه جون في قصته، والذي يمكن للجميع أن يستفيد منه ويستوحي منه العزيمة والإصرار في تحقيق أهدافهم.